طيب هلا رح نطلع على بعض انواع من الهيت سينكس. هاي الهيت سينك الثيرمال ريزيستنس تبعتها، لاحظوا بنقول ريزيستنس مش ريزيستيفيتي، ريزيستيفيتي شيء ثاني او الكوندكتيفيتي. رح نقول هاي الهيت سينك ثيرمال ريزيستنس تبعها ار هيت سينك بيساوي 9.1 ديجريز كلفن بير وات. يعني معناه اذا بنطلع شو يعني معناها انه لكل وات عماله بمر من خلال هذه الهيت سينك بصير في عليها دروب، مش فولتج دروب، ايش الدروب اللي بصير عليها؟ تمبرتشر دروب. قديش مقداره؟ لكل وات 9.9 كلفن. فاذا كان ماشي فيها 1 جولز بير سكند او 1 وات من الهيت بصير الثيرمال دروب عليها بصير 9.9 كلفن او سلسيوس. فبتكون المنطقة المنخفضة درجة حرارتها أقل من المنطقة المرتفعة ب 9.1 ديجريز. نرسمها هون. هي كان هاي هي المقاومة الحرارية من هون. هذه RH أو RHS بتساوي 9.1 كلفنز بير وات. وتذكروا إنه الوات هي إيش؟ جولز بير سكند. فمعناها إذا هاي عماله ماشي فيها 1 جول بير سكند اللي هو يساوي 1 وات من الحراره من الهيت، التمبرتشر دروب عليها. طبعا احنا بنفترض الهيت ماشي هيك، مين درجه الحراره الاعلى؟ راح نسمي تي هاي وتي لو. تي هاي ماينس تي لو شو بتساوي بهاي الحاله لما يكون هذا 1 وات؟ 9.9 كلفن، او اذا بدك تسميها 9.9 سلسيوس. اوكي، واضحه هاي النقطه؟ زي مين؟ زي ما المقاومه الكهربائية R. ايش كان يمر في المقاومة الكهربائية؟ كرنت. ايش كانت وحدته؟ والامبير هو عبارة عن ايش؟ كولومز بير سكند. الامبير كان كولومز بير سكند. فكان يمر هون. ايش يصير في عبر هاي المقاومة؟ إذا الكرنت بيمشي من هون معناها عندي وهذا فولتج هاي وهذا فولتج لو. وإذا كان مر عندي 1 أمبير وهاي المقاومة قيمتها 10 أوم، قديش رح يكون الفرق بين في هاي ماينس في لو؟ 10 فولتس. أوكي ماشي، واضح؟ إذا هاي نفس الفكرة من هون اللي عم بيعمل فلو، في شيء كوانتيتي عم تعمل فلو، عم تعمل دروب على هاي القطعة، هاي القطعة مقاومة حرارية، هاي القطعة مقاومة كهربائية. الفلو هون هو جولز بير سكند او واتس، الفلو هون هو امبير او كولومز بير سكند. كل ما هاي المقاومه زادت راح يزيد الفولتج دروب او راح يزيد التمبرتشر دروب عليها. اذا كانت قيمتها المقاومه هون مثلا 10 اوم، اذا مر فيها امبير كولومز بير سكند الفولتج دروب عليها بيكون 10 فولت. وهاي اذا مر فيها 1 وات، بس الوات هو عباره عن ريت اوف فلو اوف انرجي، انرجي اللي هي جولز بير سكند. إذا مر فيها 1 جولز بير سكند التمبرتشر دروب عبرها بيكون 9.9 كلفن. اوكي، نشوف انواع مختلفه. هاي مقاومه حراريه ثانيه، هذه عباره عن، خلينا اكبرها شوي، هذه 19 ديجريز بير كلفن. هاي اللي هون 19 كلفنز بير وات، حجمها اصغر فمساحه سطحها اقل من هذه فمقاومتها اعلى. كل ما زادت مساحة السطح شو بصير بالمقاومة الحرارية؟ بتقل. وطلعوا هاي معمولها كمان شغلتين، معمولها شيء اضافي هذا للتثبيت. وين هذا التثبيت؟ وين بتتوقعوا هذا تثبيته؟ في البرنتد سيركت بورد. ممكن احفر في البرنتد سيركت بورد مش عشان اوصل حراريا، عشان ميكانيكيا اثبتها. وهون الترانزستور بتثبت على هاي وبحط برغي وسامونه بشدهم التنين على بعض. هذا مقطع في مقطع في هيت سينك. هذا بنعمل له عمليه بالالومنيوم اسمها اكستروجن. مر عليكم الاكستروجن، بنسخن الالومنيوم وبنمره في قالب، والقالب هذا بدفش الالومنيوم فيه لانه بكون طري بياخذ الشكل هذا اللي موجود وبسحب منه امتار كثيره. بعملوه بصناعه الالومنيوم، شبابيك الالومنيوم نفس الشيء، مقاطع بتكون مقطع، وبعدين بصير اقص بالمقطع واحطه هون
الدايمنشنز تبعته. هذا اظن كانه 9، هذا 9 ديجري 9 كلفن بير وات. هذا لطول معين بعرفش قديش طوله بهذا الاتجاه، لازم اعرف طوله، بكفيش اشوف المقطع. حسب الطول اللي هم محددينه لهذا هو 9 كلفن بير. هاي بتيجي هلا، هاي مش مناسبه للترانزستور الباكج اللي شفناها قبل شوي. هاي مناسبه، تتذكرين ترانزستورز اللي كنتوا تاخذوهم في المختبر، سمول سيجنال ترانزستورز الدائري. هاي شوفوا كيف مفتوحه من هون، مفتوحه من هون عشان تكون فيها شويه مرونه. بنزلها بسقطها على الترانزستور وبشدها عليه، فبتزيد مساحه السطح من هون بحيث انها تنتقل حراره اكثر. هذه قيمتها مش محطوط هون، مش مبين عندي قديش الثيرمال ريزيستنس تبعتها. هاي نفسها، هذا عبارة عن شيء اسمه هيت سينك كومباوند. الهيت سينك كومباوند هذا مادة زي الكريم، بتكون موصلة، الهدف منها انها تسكر اي فراغات موجودة بين سطح وسطح. لانه احنا حتى لما بنحط سطح احنا بنفكره صلب، على سطح ثاني احنا بنفكره صلب في عليه نتوءات. هذول السطحين لما يجوا على بعض ما بدرس السطح تمام، هذا بعد السطح هذا تماما. النتوءات اللي موجودة بتعملهم بين فراغات، الفراغات هاي شو مشكلتها؟ مش موصلة حراريا. فاحنا حتى نضمن انه هذا موصل حراريا تماما، بندهن هذا السطح في هاي المادة وبنحط هدول التنين على بعض، كل الفراغات تتعبى بهذا الكومباوند. بس هذا الكومباوند ايش لازم يكون؟ موصل حراريا، يعني لازم يوصل الحرارة ما بين الجهتين. هاي كمان اشكال مختلفة كمان. هذا لاحظوا هذا نفس الشيء، له مساحة أكبر من هون، له المكان أثبت فيه البورد، وبقدر أثبره بالبرنتد سيركت بورد. والريزيستنس تبعته 8.6 كلفن بير وات. هذا 8.6 كلفن بير وات. هذا مثلا 20 كلفن بير وات. نفس الشيء بقدر اثبته من هون، بقدر هذا هون في نوع من السبرينج ستيفنس، فبقدر يمسك ادفش القطعه فيه ويمسكها. هي قطعه اخرى مثلا، هذا مناسب للتي او 220، هذا 23 كلفن بير وات. ايش التي او 220؟ الباكج اللي حكينا عنه، الباكج اللي شفناها قبل شوي تبعت الدرج. وهذا مثلا 25، اعلى مقاومته، اعلى في حجمه اقل ومساحه سطحه اقل.